سلمك الله. هذا سائل يكرر السؤال كثيرا ويقول: ذكرت في كتابك المجموع الثمين للفتاوى جواز الصور الفوتوغرافية مطلقا من غير ضرورة، ثم ذكرت بعد ذلك عدم جواز اغتنام الصور للذكرى، فما هو التنبيه على هذا؟ نعم، الحقيقة أن مسألة التصوير أتعجب من كونها الشغل الشاغل لبعض الناس، وكأن فتح بيت المقدس متوقف على ذلك، أو تحرير أفغانستان أو غيرها من بلاد المسلمين. مسألة الصور مسألة اجتهادية وليست من العقائد في شيء حتى نقول إنها خطيرة. مسألة الصور على أقسام: القسم الأول الصورة التمثيلية المحسوسة ذات الجرم التي يصنعها الإنسان بيده، فهذه لا شك في تحريمها، لأن الذي صنعها إيش؟ يضاهي بذلك خلق الله، يضاهي بذلك خلق الله، فهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهيون بخلق الله. الثاني صورة رسم يخطها الإنسان بيده، فهذه محل خلاف بين العلماء، وإن كان الخلاف فيها ضعيفا لكن وجد الخلاف بين علماء الأمة الإسلامية، استنادا إلى ما ثبت إلى ما جاء في صحيح البخاري من قوله: إلا رقما في ثوب. وقالوا إن مجرد الرسم ليس مضاهاة كاملة لخلق الله، لأن خلق الله الذي هو خلقه جسم قائم، جسم قائم ملموس محسوس، أما هذه فهي مجرد تلويل، فالمضاهاة فيها ليست كاملة، فلا تدخل في النهي. ولكن هذا القول لا شك أنه ضعيف، لأن حديث علي بن أبي طالب حين قال لأبي الهياج الأسدي: لأبعثنك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، يدل على أن ما صور باليد وبالتلوين داخل في العموم، وهذا هو الحق. القسم الثالث ما صور بالآلة الفوتوغرافية التي تحتاج إلى تحميض وتعديل للصورة، فهذه أيضا يقرب أن نقول إنها من التصوير المحرم، لما في عمل المصور بيده من تحسين هذه الصورة وتحميضها. القسم الرابع ما كان صورا فوتوغرافية فورية ولا عمل لليد في تحسينها وتلوينها، فهذه لا تدخل في النهي، لا تدخل. لماذا؟ لأن هذا المصور لم يخطط بيده وجها ولا عينا ولا شفة ولا أنفا، ولم يقلد الله عز وجل في التصوير. غاية ما هنالك أن هذه الآلة ألقت ضوءا على شيء معين فالتقطت، ولهذا نجد الأعمى يمكن أن يوجه الآلة هذه إلى شخص أو إلى حيوان ويصور وهو أعمى، يمكن يصور في الليل ما في نور يرسم الإنسان عليه، هذه لا تدخل في التصوير، هذا لا تدخل في التصوير. بقينا في مسألة الاقتناء. الاقتناء غير التصوير يا أخواني. الفقهاء رحمهم الله فرقوا بين التصوير واستعمال التصوير، فعبارة متن زاد المستقنع وهو من كتب فقهاء الحنابلة المعتمدة قال: ويحرم التصوير واستعماله. ففرق بين إيش؟ بين التصوير والاستعمال. فاستعمال الصورة واقتناء الصورة إذا لم يكن هناك ضرورة يكون حراما. حراما بإيش؟ هل هو حرام بلعن المصور أو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة؟ بالثاني ولا بالأول؟ بالثاني. ففرق بين التصوير وبين استعمال. فإذا قلنا إنه يحرم اقتناء الصورة إلا ما دعت الضرورة إليه، فهذا لا ينافي قولنا إن التصوير الفوتوغرافي لا الفوري لا يدخل في النهي، لأنه يجب أن نعرف الفرق بين التصوير الذي هو فعل المصور وبين الاستعمال الذي هو استعمال المصور له. ولهذا أنا أود منكم أيها الطلبة أن تحرروا كلام أهل العلم، وأن تعرفوا الفرق
العظيم بين العبارة والعبارة الأخرى.